نبدأ إن شاء الله. طيب، إذا نبدأ بالنسبة لمحاضرة الحصيات الكلوية إن شاء الله تعالى. بالنسبة للصوت واضح للجميع؟ واضح، تمام. تمام. طيب، إذا بالنسبة للحصيات الكلوية، طبعا هي يعني مرض شائع، وقد يكون الانسولين تبعه نسبة يعني تواجده تتراوح من 7 إلى 13%، وكل ما كان طبعا موجود في أول إصابة نسبة الإصابات المتكررة recurrence rate عالي جدا. فبدون خطة علاجية قد يحدث هناك هجمات أخرى لاحقا نسبة 35 إلى 50% خلال 5 سنوات، ولحد 75% خلال 20 سنة. طبعا وجود الحصيات الغير عرضية مسبب الأعراض هي شائعة جدا، ويمكن يعني رؤيتها عن طريق يعني تصوير شعاعي بسيط نعرف عندنا حصيات غير سادة موجودة. طبعا كل ما كان في عندنا حصيات غير عرضية نسبة انه تحول لعرضية يرتفع لحد 30% خلال 4 سنوات. طبعا نعرف احنا بالنسبه للاعراض السريريه هي طبعا رينال كوليك بين بيسموه، اللي هي يعني وجع مغصي شديد، كوليكي يعني يذهب يعني ضاغط ناغص يعني يخف ويزداد بشكل يعني متواتر. وطبعا قد غالبا يصيب هي المناطق اللي هي الفلانك، هي المناطق اللي هي الخاصرة اليمنى أو اليسرى حسب توضع الحصية، وينتقل أحيانا في عدد من الأحيان إلى منطقة المغبن ومنطقة أيضا الأعضاء التناسلية في حال كان الألم راجع باتجاه تلك راجع ومنتشر باتجاه تلك المنطقة، وأحيانا قد يصل إلى منطقة الخصية أو منطقة الشفر الكبير في عند النساء يعني. فقد يكون في أحيانا اختلاط، أو يعني الرجل أو المرأة يعتقدون أن الألم في المناطق التناسلية وهو على بشكل وهو انعكاس لألم حصية سادة في المنطقة الإحليلية أو في الكلية. طبعا قد يترافق اذا كانت في عن اعراض يعني كانت الحصيه ساده والم شديد، حيث احنا عن اعراض غثيان واقياء، واحيانا يصير عندنا الم بطني قد يحدث اختلاط مع الالم البطني الحاد الجراحي. فالفحص السريري هون طبعا ما بيكون في عندنا احنا الفحص البطني الحاد اللي بيكون في تيبس في البطن او في عندنا يعني الم معمم شديد، ولما يكون دائما موضعي، ولكن الوجع قد يكون شديد مشابه للالم الوجع المرافق للالم الجراحي بطني الجراحي. بالنسبه طبعا الفحص الفيزيائي ليس هناك علامة سريرية معينة واضحة مثل مثلا علامة ميرفي لمرضى الالتهاب الصفراء أو مثلا التهاب الزائدودي، ولكن يكون هناك يعني ألم موضعي حسب توضع الحصى، وتكون أصلا المريض يعني يعاني من ألم شديد، فعلا لا نستطيع إجراء فحص نوعي محدد لي أو خاص بالذيات الحصوية. طبعا مجرد وجود الشك طبعا اي طبيب داخلي لازم يكون في عنا اجراءات محدده، اللي هي فحص الشوارد وفحص الوظائف الكلويه والسي بي سي طبعا اللي هو الخضاب والفضيحات الكريات البيض، واضافه الفحص البولي وهو مهم جدا اليورين اناليسيس، طبعا اذا كان في عنا افه تخريشيه من الحصات حيكون لدينا الدم في البول. طبعا هون الدم في البول كما ذكرنا في محاضرة التهاب الكبيبات حيكون الكريات الحمر في مجهر غير يعني ما بتكون مشوهة، بتكون جدارها أملس وغير مشوهة، على عكس اللي هو التهاب الكبيبات يكون فينا جدار الكرية الحمراء مشوه ولديه نتوءات اللي هو بيسموه احنا كانثوسايت سيلز. فأي وجود كريات حمر مترافق مع هذا الألم يكون الشك السريري عالي جدا بالنسبة لوجود حصيات. طبعا بالنسبة لل بالنسبة لل الصور الشعاعية، والصور الشعاعية هي الأداة أكثر فعالية لمعرفة حجم الحصاد وتوضعها وأين يعني أين الخلل المرافق لها. بالنسبة للصورة الشعاعية العيد يعني العيد شو عملوا؟
اليوم العيد انه ما شباب بس حطوا ميوت الله يجزيكم. نحن هنا عيدنا هنا بمشهد. تمام. طيب بالنسبة للبلين اكس راي اب داون اكس راي الصورة الشعاعية السينية العادية غالبا بيكون غير نوعية طبعا، خاصة عن الحصيات اللي هي غير نافوذة او يعني غير كلسية مثل حصيات اليوريك اسيد حمض البول، يكون عنا صعب رؤيتها على التصوير الشعاعي السيني. فأحسن طريقة هي إما التبقي المحوري الحلزوني، مش رد يكون طبعاً مع مادة ضليلة، ولكن يستطيع بشكل دقيق معرفة أين توضع. السلام عليكم. شباب بس في عنا أخ مو حاطط الميك. دكتور محمد إذا حط الميك كتر خيرك. أوكي. أنا بحط ال طيب. تفضل ماشي. بالنسبة إذا شاركنا بالجريمة أيوة. بالنسبة لل هي عنا صوت لواحد من الدكاترة لسه حاطط مو حاطط ميوت. دكتور محمد عم تسمعنا أخي؟ إذا حدا معلم يمكنك تحط ميوت من عندك للكل. هحط طيب هحط ميوت للكل يمكن أحسن شيء. وأنا ماني كوني أنا ماني شو فرق؟ أنا ماني الهوست ما في حط ميوت للكل، بيكون الهوست هو بيحطه. دكتور بس سامي حكي له حاطط فيه أنا عامل دكتور تعسل الصحة المدرسية إلي راتب ميوت كبرها غير راتب يعني بس ماشي. شكرا جزيلا هيك احسن الله يجزيكم الخير. طيب بالنسبه اذا للتبقي المحوري بيقدر يوضح مكان الحصيه بشكل دقيق جدا، حجم الحصيه وحتى احيانا نوع الحصيه. في بعض الاحيان اذا كانت الحصيه كلسيه بيبين معنا على التبقي المحوري انه هي يعني متشكله بشكل كثافه بيضاء واضحه. طبعا هي الليميتيشنز تبعاتها انه اذا كان في تصوير مع ماده ضليله قد يكون هذا الامر يعني غير مستحب، في خصوصا اذا كان في عنا اصابه كلويه حاده. الامر الاخر انه في بعض الاحيان اذا المراه حامل ما بنصح نتعرض لاشعه من الطبقي المحوري. طبعا الالتراساوند هو الاكثر امنا في هذا الناحيه هي، وايضا اذا كان التقني يعني بيعملها له يعني خبره في الامر فيمكن ايضا تحديد مكان وحجم الحصيه وهل هناك ايضا استسقاء كلوي او لا. طبعا المشكله الوحيده في انه تعتمد على خبره التقني او الطبيب، اذا كان الشخص يعني ما عنده خبره فيها فالموضوع كله يعتمد على تقييمه هو. اما الطبقي المحوري طبعا الصور موجوده امامنا فما بدها طريقه معينه في عمله. بس بالنسبه طبعا بشكل عملي اكثر طبعا التراساوند عملي اكثر وما في نحن نخاف من اي اختلاطات مترافقه. فالالتراساوند او الكات سكان اي منهما طبعا اذا ما كان في مضاد استطباب الكات سكان فهو امر يعني يستحب. بالنسبه طبعا انواع الحصيات الكلوي طبعا احنا حنحكي يعني حوالي 80% من الحصيات هي حصيات كلسيه سواء كان كالسيوم اوكسالات او كالسيوم فوسفات، احنا راح نضمهم مع بعض لانه بالنهايه علاجهم شبيه بشكل كبير. هلا في بعض المراجع بنقول احنا كالسيوم فوسفات تتواجد في البول القلوي اما الكالسيوم في البول الحامضي، ولكن يعني اذا نحن بنرجع للمراجع الاساسيه علاجهم هو نفس العلاج، لذلك احنا بنضمهم مع بعضهم كالسيوم اوكسيد او كالسيوم فوسفات الحصيات الكلسيه. هي معظم الحصيات الموجوده سواء عندنا المرضى في الشمال او في اي مكان في العالم معظم الحصيات هي حصيات كلسيه حتى يثبت العكس. طبعا الحصيات الكلسيه هي حصيات راديو بيك يعني يمكن رؤيتها في الطبقه في يعني في الصوره الشعاعيه السينيه العاديه وحتى في الطبقي المحوري، فهي غير نافوذه للاشعه فبيطلع لنا شكلها لون الابيض الكثيف. طبعا في هناك عوامل خطوره تؤدي الى شكل تلك الحصيات الكلسيه، احنا حنحكيهم مع بعضهم بنشوف انه في تداخل كثير مع بعضهم، يعني احنا حنشوف بالنهايه انه معظم المرضى عندهم يا اما هالعوامل خطوره الثلاثه يا اما واحد منهم اما اثنين منهم وعلاجهم كمان شبيه مع بعضهم. فحنبدا احنا باول يعني اشكال
او اول عامل خطوره لتشكل حصيات تلك الحصيات سواء كانت حصيات الكالسيوم اوكسالات او الكالسيوم فوسفات اللي هي طبعا وجود ارتفاع في الكالسيوم في اليورين يعني هايبر كالسيوريا وهو عامل اساسي لتشكل حصيات الكالسيوم اوكسالات وارتباط الكالسيوم مع الاوكسالات في لوعه النبيبات طبعا اما يكون سبب زياده في ارتشاح الكالسيوم في من الدم الى البول اما بسبب يعني مرض عائلي وراثي أو بسبب يعني اضطراب استقلابي معين مثل عندنا مثلا فرط نشاط في غدة جهاز الدرق اللي هي الباراثايرويد هرمونز PTH يؤدي طبعا إذا كان إلى سبب الأدينوما في جهاز الدرق أو سبب ورم يؤدي ارتفاع PTHRP يؤدي إلى زيادة ارتشاح الكالسيوم من العظام إلى الدم وبالتالي زيادة اللي هو ارتشاح الكالسيوم في الدم الى البول وبالتالي تشكل حصيات الكالسيوم اوكسالات فنحن كيف بنعالج طبعا الامر اما بنعالج الاشكال الاساسي اذا كان عندنا ارتفاع في البي تي اتش بنعالجه سواء كان بسبب ادينوما او سبب ورم اذا كان عندنا ارتفاع بالفيتامين د سبب يعني سميه في الفيتامين د او جرعة كبيره من الفيتامين د ولان الفيتامين د كما نعلم هو يزيد من امتصاص الكالسيوم والفوسفات من لمعه الامعاء ومن ويزيد ايضا من وقد يؤدي ذلك الى الزياده في الكالسيوم في الكلى وهذا يعني يجب ان يتم علاجه بتخفيف او وقف الفيتامين د طبعا العلاج العرضي لهذا الامر هو هناك عده علاجات غير نوعيه نحن العلاجات هي اعطاء مدرات الثيازيديه مدرات الثيازيدية هي تخفف من طرح الكالسيوم في البول. إحدى الآليات اللي بتعملها إنه هي لما بكي إحنا على مدر ثيازيدي فهو بيمنع امتصاص الصوديوم كلورايد بوتاسيوم في لمعة النبيبات البعيدة. فهذا يؤدي إلى يعني نقص في الحجم الوعائي بسبب الآلية المدرة. فهذا يحفز على زيادة امتصاص الصوديوم من النبيبات القريبة. كآلية معاوضة ونحن عم نفرز كتير صوديوم بالبول بسبب منع امتصاصه في النبيبات البعيدة فالنبيبات القريبة بتحاول تعمل إعادة يعني توازن فبتزيد امتصاص الصوديوم طبعا دائما الصوديوم هو الذرة الإيجابية الأساسية اللي بيلتحق معظم الأيونات فعندنا لما بتزيد امتصاص الصوديوم في النبيبات القريبة حيترافق معه زيادة في امتصاص الكالسيوم فحيصير في يعني نقص في الكالسيوم في اللمع النبيبية فبالتالي يخفف من تشكل تلك الحصيات طبعا احدى ايضا الاليات المهمه جدا احنا ننصح فيها مرضانا ان نخفف من الصوديوم في الطعام نفس الاليه شبيهه لما ننقص الصوديوم في الطعام الكليه حتكون عندها حساسات اللي هو يعني في اليه فيزيولوجيه مش قاعد نحكيها الان بس هي اسمها اللي هي تيوبولر جلومرال فيدباك اللي هو تلقيم النبيبي الكبيبي الراجع اللي هي بتحسس لوجود نقص صوديوم في لمعه النبيبات ويؤدي الى زياده امتصاص الصوديوم في النبيبات القريبه كما ذكرنا نفس اليه اللي هي الهايبوكالثايزايد وبالتالي زياده امتصاص الكالسيوم فحميه ناقصه الصوديوم وجود مدرات الثيازيدية كلها بيساعد على نقص الكالسيوم في البول. طبعاً في عنا خطأ شائع بيعملوه معظم يعني استكاتة كتير بيعملوا الخطأ الشائع إنه بتنصح المرضى بالتخفيف من الكالسيوم في الوارد الطعامي وهذا الشيء يعني غير مثبت صراحة. عكس إذا خفضناه بشكل كبير كتير قد أصلاً يؤدي إلى زيادة في تشكل الحصيات. لأنه نحن شو بصير عنا السبب في هذا الأمر إحنا إذا خففنا الكالسيوم إذا خففنا الكالسيوم لبارد الطعام بشكل كبير الأوكسالات اللي هي طبعاً هي بشكل أساسي مساهمة في تشكيل حصيات الكالسيوم أوكسالات الأوكسالات اللي في الأمعاء ما حيرتبط بالكالسيوم لبارد الطعامي فحيزاد امتصاصه بشكل كبير لما يزاد امتصاصه في الدم حيمتص في الدم حيتم إفراغه في البول حيرتبط بالكالسيوم في البول ما إذا واضحة الفكرة حعيدها مرة تانية إذا نحن خففنا الكالسيوم بشكل كبير من بارد الطعامي حيقل ارتباط الكالسيوم بالأوكسالات في الأمعاء ونحن نرتبط الكالسيوم في الأوكسالات في الأمعاء ده بيحمي الجسم من امتصاص الأوكسالات بكمية كبيرة فلما بيمتص الأوكسالات بكمية كبيرة بسبب نقص فلما بيمتص الأوكسالات بشكل كمية كبيرة بسبب نقص الكالسيوم في الوارد الطعامي هذا الأوكسالات حيروح من الدم للبول وفي اللمعة النبيبات حيرتبط بالكالسيوم هناك ويشكل حصيات فنحن دائما نقول للمرضى خليك عم تاكل نفس التحميه الغذائيه اللي فيها الكالسيوم عم تاكل بيض ولا عم تاكل او عم تشرب حليب او تاكل لبن كله طبعا اللي هي الاجبان مليئه بالكالسيوم والبيض خليك انت عليهم ما في اشكال بس خفف من الصوديوم قدر الامكان
من الوارد الملحي. فحصية الكالسيوم ما لها علاقة بالوارد الطعامي، لها علاقة بأذيات مختلفة. هلا هي أول عامل حكينا الهايبركالسيور، ارتفاع الكالسيوم في البول، وحكينا إنه إما سببه خلل في البي دي إتش أو بالفيتامين دي، وعلاجه يكون علاج المرض المحدث لذلك أو علاج العرضي بالمداسي أزيدي ونقص الوارد الطعامي من الصوديوم. هلا الذراع الثاني اللي يسبب أيضا هذا الشيء كما ذكرنا ارتفاع الأكسالات في البول، وهي طبعا اما بيكون مرض مناعي نادر جدا اسمه primary hyperoxaluria، يعني عندنا خلل في استقلابي يؤدي الى زياده في انتاج الاوكسالات، وهو طبعا مرض نادر وهو يعني ولادي، او عندنا زياده في الوارد الطعامي الاوكسالات، يعني مثلا في بعض الاطعمه مثل السبانخ مثل الشاي بكميه كبيره، بعض انواع الشوكولاته تحتوي كميه كبيره من الاوكسالات. طبعا هلا شوف ولا نادرا ما يعمل هذا الزياده في الوارد الطعامي خلل الا اذا كان في عندنا خلل ثاني مرافق له، يعني زياده في الاوكسالات ودخول الجسم مع وجود خلل اخر يؤدي الى ارتفاع حصيات الكالسيوم اوكسيد، يعني ما بيترافق، ما بيكون خلل لحاله بس واحد باكل شوكولاته ولا صار معه حصيات اوكسيد، بيكون في عندنا خلل ثاني مترافق، اما مشكال في عندنا اشكال في ارتباط الكالسيوم اوكسيد في الامعاء، وعندنا اشكال في زياده طرح الكالسيوم في 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 البول، فبيكون في خلل مرافق يؤدي الى ذلك. طبعا في عندنا شيء اسمه ده يعني هذا كثير مهم الموضوع نفكر فيه اسمه انتريك hyperoxaluria. شو يعني؟ يعني نحن عندنا خلل في الامتصاص داخل الامعاء يؤدي الى زياده في امتصاص الاوكسالات. هلا انت بصير هذا الموضوع هذا لما بيكون عندنا مشكله في نقص امتصاص او سوء امتصاص في الاحماض الدسمه، الاحماض الدسمه وهذا امتى فبيكون عندنا نقص في امتصاص في الاحماض الدسمه، هذا يؤدي الى طبعا ارتباط هالاحماض الدسمه مع الكالسيوم في لمعه النبيبات، فبيصفى عندنا الاوكسالات حر ويتم امتصاصه بالامعاء. طبعا انت بصير هذا الشيء مساء عنا اي شيء بيعمل مثلا اما بسبب اللي هي بسبب سوء امتصاص، مساء عنا متلازمه العره المعويه القصيره short bowel syndrome، اما بسبب عمليه جراحيه او بسبب التهاب كولون قرحي او التهاب داء كرون، يؤدي ذلك الى خلل في امتصاص في الحموض الدسمه، ارتباطها في الكالسيوم، ترك الاوكسالات حر وبالتالي يعاد امتصاصه. واحنا عندنا حالات صارت وبتوقع بتشوفوا الامر، عندنا مرضى اللي يكون معهم استئصال العرى المعوية بسبب داء كرون أو داء الكولون القرحي اللي أوسيوتوف كولايتس، يكون عندهم مثلا فجأة تلاقي لحنا صرع، اكتشفنا أن عندهم أزية كلوية حادة أو مترقية وطلع معنا والله حصيات كالسيوم أوكسالات سادة وموجودة بشكل كبير، فدائما احنا نفكر بهالموضوع هذا. وإذا مريض معه داء كرون شديد مع استئصال العرى لازم نتأكد إحنا عم نتابع المريض وما عنده يعني بفحص البول علامات تدل على وجود حصيات كلسية مرتبطة بالأوكسالات. فطبعا هذا أيضا قد يترافق مع اللي هي عمليات القديمة بيكون في استئصال كمية كبيرة من العرى المعوية، بيكون في عنا اللي بتفميم يعني اللي هي لإنقاص الوزن. طبعا هلا صار في عنا عمليات التفميم اللي هي أحسن من الرولكس روكس واي باي غاستريك باي باس، هلا صار في عنا تفميم المعدة بدون اضطرار لاستئصال كمية كبيرة من الأمعاء. في كل تبي عمل شيء اسمه انتريك يعني معوي، انتريك هايبر أوكسالوريا. فكل هاي العوامل الأربعة سواء زيادة في طبعا في الوارد الطعامي سواء موضوع وراثي أو موضوع معوي، طبعا كما ذكرنا عنا في حالة الثالثة يعني ما حكينا مرة الماضية إذا كان النقص شديد في وارد الكالسيوم حيزيد أيضا امتصاص الأوكسالات وبالتالي شكل حصيات. فهاي الذراع الثاني من العوامل الخطورة هايبركالسيوريا هايبو أوكسالوريا، وعنا هذول الزراعين اثنين، وهلا بنحكي الزراعة الثالث بعد بالسلايد اللي بعده. فطبعا شو العلاج؟ العلاج إذا كانت هي طبعا تخفيف من الأطعمة اللي فيها أوكسالات بكمية كبيرة، طبعا محاولة في أحد العلاجات اللي مقترحة نحن نحاول نعطي معوضات فموية كلسية مثل الكالسيوم كاربونات أو حتى السيتريت سبلمنتس. ليش إحنا بنعطي معوضات كلسية؟ هذا تطبط بالأوكسالات بالأمعاء وتمنع إعادة امتصاص الكالسيوم.
الكالسيوم اوكسيد. وهذا بيدل ان احنا عندنا ما عندنا اشكال احنا بالوارد الطعام من الكالسيوم. عكس احنا في بعض الحالات في ارتفاع في الاوكسيد بنشجع اعطاء الكالسيوم حتى يرتبط بالاوكسيليت في الامعاء. طبعا في حالات اللي هي عندنا اشكال في امتصاص وخلب الحموض الدسمه وبالتالي ارتباطها بالكالسيوم وبقاء الاوكسيليت حر، احنا فينا نعطي اللي هي الخالبات اللي هي مثل الكوليسترامين اللي هي تخلب وتمنع من اعاده امتصاص الاوكسيليت، لان هي بترتبط بالاوكسيليت وترتبط ايضا بالحموض الصفراويه والحموض الدسمه. فالكوليسترامين هذا بيتعالج، طبعا بنعالج الكوليسترامين اي نعطيه لاي مريض عنده ارتفاع في الحموض الصفراويه. هلا طبعا المريض اللي عنده اللي هو خلل الاولي الهايبر اوكسيلوريا برايمري هايبر اوكسيلوريا اللي هو خلل الاولي الجيني الولادي، هذا بنعطي بقى علاج اسمه الهاي دوز بارادوكسين. هاي دوز بارادوكسين هذا طبعا عطى اللي عنده خلل ولادي في ارتفاع الهايبر اوكسيلوريا، هو طبعا نادر جدا كما ذكرنا. بالنسبه لل اذا حكينا عامل الخطر الاساسيين هايبر كوليسيوريا وهايبر اوكسيلوريا. بالنسبه عنا النمط الثاني الثالث اسف اللي هو له علاقه ب انخفاض السيتريك اسيد في اليورين. او فعنا هايبر كالسيوريا هايبر اوكسيلوريا انا عين هايبو يعني نقص في السيتريت. طبعا السيتريت هو ماده قلويه طبعا وهي ترتبط بالكالسيوم في البول فتمنع بذلك ارتباط الكالسيوم مع الاوكسيليت. طبعا انت احنا بيسعنا طبعا هي ماده قلويه فانت بيسعنا عن نقص في الهايبوسيتريوريا، اي خلل بيؤدي نقص سيتريت في الدم حيؤدي انعكاسا على نقص السيتريت في البول. فمثلا عندنا مثلا حمية غذائية عالية اللحوم، طبعا اللحوم لما تؤكل بكمية كبيرة تؤدي استقلابها إلى تدركات حموض أمينية ويوريا وغيرها، وأيضا إلى يعني تشكل مواد حامضية. فهاي animal protein diet طبعا أي خلل بيؤدي لحماض استقلابي. هلا أسرع سبب حماض استقلابي هو يعني هو الإسهال، الإسهال بيؤدي إلى خروج كمية كبيرة من البيكربونات وبالتالي يؤدي ذلك إلى يؤدي بشكل أساسي تدرأ الأحماض في الدم فيؤدي ذلك إلى حدوث حماض استقلابي. حماض استقلابي بشكل أو بآخر سيحدث استنزاف للسيتريت والمادة القلوية فيؤدي ذلك إلى حدوث نقص في السيتريت في البول وبيؤدي ذلك إلى ترسبات كالسيوم أوكسيليت. طبعا السبب الآخر لوجود حماض استقلابي هي ثلاث أنواع من اللي هي الحماض النبيبي الكلوي اللي هو رينال توبولر أسيدوسيس اللي هي تايب 1 و 2 و 4. طبعا عندنا اليوريترال دايفرجن يعني عندنا مثلا في عندنا استئصال المثاني وتم ربط اللمسيف استعمال سبب مثلا ورم أو شيء من هذا القبيل، يصير لدينا نعمل احنا ربط الحالب نربط الحالب طبعا في الامعاء وهذا يؤدي الى طبعا البي اتش بشكل عام للبول حامض بشكل او باخر او اكثر حامضيه طبعا من ما هو موجود بشكل طبيعي في لمعه الكولون، فيؤدي الى وجود البول خروجه الى لمعه الامعاء يؤدي الى تشكل ايضا حماض استقلابي بسبب يعني خلل في امتصاص البيكربونات من لمعه الامعاء. فالدايفرجن طبعا في حال استئصال المثاني وربط الحالب في الامعاء. عندنا طبعا بعض الادويه هي تمنع انزيم اسمه كاربونيك عيد هيدريز هو انزيم مهم جدا في اعاده امتصاص البيكربونات في النبيبات الكلويه، وجود في النبيبات القريبه لمعتها وفي النبيبات البعيده ايضا. ومن تلك الادويه هي عندنا التوبيرامايد اللي يستخدم كدواء للصرع، وعندنا كمان الدواء الاخر اللي توباماك هو توباماك سوبرامايد بشكل اساسي يمنع او يثبط الكربونيك انهيدريز. فهذول ثلاث اي شيء بدي له حماض استقلابي سيؤدي الى نقص في السيتريت. طبعا شو علاجها؟ نعطي سيتريت. طبعا شو نعطي سيتريت؟ اما يعني هي نقلون البول، نقلون البول عن طريق اما نعطي بوتاسيوم سيتريت او بوتاسيوم بيكربونات اي ماده قلويه، او حتى كمان ننصح المريض انه يشرب يعني يحط ليمون منيح للمي او يشرب عصاره ليمون مركز اللي هي فيها سيتريت اصلا. فاي شيء يؤدي لقلوينه البول بزياده الوارد النباتي او مثلا زياده الحمضيات وحتى اعطائها بشكل فعال بكميه بجرعات كبيره على شكل بوتاسيوم سيتريت او بوتاسيوم بيكربونات.
هلا اذا لحظه شوي تمام ثواني. طيب هلا هي اذا حكينا عن ثلاث عوامل هي مرتبطه مع بعض ارتباط كبير، كما ذكرنا احيانا بيكون شغله واحد يسبب ارتفاع كالسيوم في البول وارتفاع الاكزيت في البول، وايضا نقص الاستريك قد يؤدي الى عاملين اوليين. كما ذكرنا عن حصيلات الكلسي هي يعني هي غير نافوذه فتطلع بشكل كثافه بيضاء سواء بالاشعه السينيه هون او بالكاتسكان او حتى بالالتراساون هون. هلا نحن ننتقل على الحصيات الاقل شيوعا. طبعا هلا رح نحكي استروفايد ستونز اللي هي يعني استروفايد ستون طبعا هي اقل شيوعا بكثير، كما ذكرنا احنا 80% كانت كلسية والباقي كله 20%، فهي تقريبا حوالي 20% من الحصيات الكلويه. هي مكونه من مغنيسيوم امونيا فوسفيت والكالسيوم كربونات ابيتايت. فهي انت طبعا نحن سمعنا فيها اكيد طبعا ناتجه عن وجود بعض الجراثيم مثل البروتياز والكليبسيلا اللي هي يوريا سبليتنج، يعني هي تقوم بتقسيم وتحويل اليوريا الى امونيوم. طبعا التحويل الى امونيوم، امونيوم هو NH4، فالNH4 طبعا هو يعني ماده تقلون البول، ماده قلويه. NH4 هي حتى من الدارئات تستخدم الكلى كدارئ، يعني تربط يكون NH3 تربط الهيدروجين فبتصير NH4، فهي ماده قلويه. فطبعا هذا يؤدي الى وجود ترسبات في ما يسمى الاستروفيت استروفايت ستون. طبعا هذا هون عكس الحصيات الكالسيوم اوكسيد اللي هي تترسب في وجود وسط بولي حامضي، وانت تترسب في وسط بولي قلوي بسبب تحول يوريا الى امونيوم بفعل وجود الجراثيم هي بروتياس او كليبسيلا بالسبيل البولي العلوي. طبعا هي 10% كما ذكرنا. طبعا هي غالبا تحدث عند غالبا النساء اللي عندهم اصابات انتانيه متكرره بشكل كبير، وبتكون غالبا بفعل تلك البكتيريا. هلا طبعا على صعيد منفصل يعني مثلا هي كثير من شائعه عند الحيوانات طبعا، يعني عند القطط بالذات، لان ايش بنعرف انه يعني بلدان غربية بيهتموا بتربية الحيوانات وبعلاجهم يعني. فعند الحيوانات كتير عندهم يعني شائعة الاستروفايت ستونز، مش عندهم التنات متكررة، مش عندهم هذه الحصيات الكبيرة. طبعا الحصيات إذا تراكمت وكبرت وما صار في علاج بشكل نوعي وسريع لتلك الانتانات بشكل دينا اللي هي مثل ما بنعرف اللي هي ستاغرون شيب لقرن الوعي، اللي بتكون حصيات كبيرة تملأ الحويضة والكويسات تبع الكلوية. طبعا علاجه في مراحل مبكره طبعا هي علاج الانتان نفسه، بس لما تطور لحصيات كبيره مثل قرن الوعي هم ما فينا نحن نعالجها بمضاد حيويه، بده علاج جراحي. علاج جراحي حتى تفتيت الحصى ما بيساهم هون، وحتى مضاد حيوي ما بتقدر تعالج الامر، فبده تفتيت جراح، بده علاج جراحي، ازاله الجراحي. عندي انا مرضى يعني ما قدرت اعالجهم غير لما ابعثهم لدكتور بولي امون بشكل جراحي. طبعاً نشوف إذا حكينا من هون بقى قد شكل قرن الوعي اللي هي طبعاً هي كثيفة يمكن رؤيتها في الكاتسكان حتى في الطبقي السيني، أزي في الأشعة التصوير السيني العادي نشوف إنه هون بتكون كلسية كثيفة تملأ الحويضة والكويسات الكلوية. تمام. هلا الثالثة اللي هي كمان يعني تقريباً 10% أيضاً هي يوريك أسيد ستونز، هي طبعاً شائعة في بلادنا أكثر من 10% في بلادنا، لأن هي تنتشر في اللي أيضا مناطق اللي ساخنة، مناطق اللي فيها درجة حرارة عالية، ودائما هي تكون موجودة طبعا عن مرضى اللي عندهم أيضا نقرس اللي هي ارتفاع في اليوريك أسيد في الدم. طبعا هي مثل حصيلات الكالسيوم، هي تترسب في البول الحامضي. طبعا هلا انت بتصير مو عن كل مرضى عندهم نقرس، طبعا بتصير عند مرضى اللي عندهم نقرس وايضا بيكون غالبا معه سكري او بيكون معه حتى متلازم استقلابيه، بتعرفوا اللي عباره عن ارتفاع ثلاثي الشحوم وبدانيه مركزيه ومقاومه على الانسولين واضافه الى ارتفاع في الضغط الشرياني، فهي متلازم استقلابيه غالبا معه متلازم استقلابيه. هلا كما قالوا في بيكون غالبا معه يعني اسهال مزمن. ليش حكينا اسهال مزمن؟ كما ذكرنا اسهال ايضا يؤدي الى وجود حماض استقلابي، فهذا يسبب وجود بول حامضي فيزود من ترسب الحصيات اللي هي حمض البول. طبعا
هي هي الحصيات ما فينا احنا نشوفها بالتصوير السيني العادي، لكن يمكن رؤيتها في الكات سكان في بعض الحالات، ان هي راديولوسيد يعني هي نافوذة للاشعه. العلاج طبعا علاج يعني هون العلاج شبيه بالحصيات الكالسيوم، احنا بنحاول نقلون البول اما عن طريق البوتاسيوم سيترات او بوتاسيوم بيكربونات او زياده نقص الوارد الطعامي البروتين وزياده الوارد الطعامي يحتوي على الحمضيات. ولكن الامر الاهم وهو يتم التركيز عليه، لازم نحن نزود من الادرار البولي. يعني طبعا هذا زياده شرب السوائل بالذات المياه هذا منصوح فيه في كل الحصيات اللي احنا نحكي فيها، لكن هون بقى بالحصيات حمض البول لازم يكون فوق اللترين حتى ما يصير في ارتساع بتلك الحصيات. هلا طبعا احد العلاجات المرضى اللي عنده ارتفاع في الاسيد في الدم، طبعا نحاول نخفف الدم حتى ما يزيد كمان في البول، اللي هو نعطيه الالوبرينول اللي هو زانثين اوكسيدايز انهبيتورز، نعطيه احنا مرضى النقرس كاليه وقائيه، بالذات المرضى اللي عنده ارتفاع في اليوريك اسيد احنا اسنا كان فوق ال 1000 ملغ بال 24 ساعه. طبعا ممكن احنا المرضى نعمل لهم فحص 24 ساعه، غالبا اذا عندنا شك سريري عالي ما في داعي نعمله، بس بنعالج المريض ونعطيه هالدواء وبنحاول نقلل من البول ونزود من الخارج البولي. هلا طبعا اقلهم شيوعا بالنسبه للحصيات اللي حصيات السيستين، هي طبعا هي متلازمه متنحيه وتؤدي بسبب الزياده في امتصاص السيستين من النبيبات القريبه، غالبا يحدث في مرحله البلوغ، ولكن هناك حالات ابكر واكثر ومتاخره اكثر. بشكلها في الفحص بيكون على شكل شكل يعني سداسي اللي هو هيكساجونال كريستالز، كريستالات سداسيه في الشكل، ويكون كبير، وأحيانا يمكن تشكل أيضا حصيات سادة مثل قرن الوعاء. طبعا علاجه أيضا هون اللي نحن نقلون البول، نقلون البول حتى نزود من نفوذية السيستين ونخفف من الوارد الطعامي من الصوديوم ومن من البروتينات. فعلاج شبيه أيضا بحصيات الكاس، ولكن أيضا يمكن إعطاء مرضى خاربات مثل بنسلامين وبعض الأدوية مثل كابتوبرول أيضا يزود من نفوذية السيستين. طبعا السيستين كما ذكرنا أكثر الأمراض أكثرهم ندرة مقارنة بالأمراض الأخرى. طبعا بالنسبة للمقاربة بشكل عام نحكي عن مرضى الحصيات، حكينا إحنا في عنا أربع حالات، حالات الكالسيوم أوكسيد والفوسفيت مع بعضهم، عنا يوريك أسيد وعنا الستروفايت وعنا موضوع السيستين، هدول الأربعة الأساسيات كلهم بكونوا بترسوا بأوساط الحامضية ما عدا الستروفايت بتكون بوسط القاعدي. هلا في بعض المراجع تقول حتى الكالسيوم فوسفيت وسط قلوي، ولكن علاجه هو نفس علاج الكالسيوم أوكسيد، فما إحنا عندكم بهذا الموضوع. طبعا العلاج طبعا كما ذكرنا هو علاج عباره عن جمع بين عده امور كما ذكرنا بشكل وقائي، والعلاج الوقائي هو اهمه، يعني نحن نمنع وجود هجمات حصويه بالمستقبل، هذا اكثر علاج نافع وناجح على المدى البعيد اللي هو زياده الوارد من المياه حتى اذا كان في اضطرار لوجود ادرار بولي اثناء الليل ما في اشكال، نقص في الوارد الطعامي من الصوديوم، زياده في الوارد الطعامي من القلويات، ونقص في الوارد الطعامي من البروتينات. هلا بالنسبه لعلاج الحاد ما في احنا نعطي الشغلات هي، علاج الحاد احنا اول يكون في عندنا هجمه حاده بدنا نعطي ثلاث شغلات، سوائل وريديه. ليش احنا نعطي سوائل وريديه مو فموية؟ لانه حتى نشجع الادرار البولي حتى تمر الحصيه، فما في احنا نقول احنا مريض عنده الاذيه حاده نقول والله الشاب ميه لا بتروح، لا بدك تعطيه كميات كبيره من السوائل الوريدية حتى تشجع الإدرار البولي. طبعا هذا في حال كان حصية مو كبيرة جدا، وبدنا أيضا نعطي مسكنات لأنه وجع اللي هو كوليك هذا كتير يعني موجع وبيعمل تشنجات كبيرة، وبدنا نحاول نتأكد أنه ما في إنتان مرافق. هذا موضوع كتير مهم، نحن معظم الحالات إذا في تتعالج بالبيت، بس إذا كان في عنا مريض عنده ألم شديد وهذا الألم الشديد مترافق مع وجود شك سريري في وجود حصية سادة، فهذا نعالجه بالمشفى. ليش؟ إنه حصية سادة قد يؤدي إلى وجود انتان بولي في وهذا انتان بولي يمكن أن ينتقل إلى الكلى ومن ثم إلى الدم وتؤدي إلى صدمة انتانية خاصة إذا كانت حصية كلوية سادة. فبهالحالة هاي إذا كان في عنا انسداد وعنا أيضا انتان بولي، أو موضوع حصل عند مريض عنده بس مثلا كلية واحدة
او عنده زراعه كلى، عدم او مثلا ما مستجيب العلاج المسكن الطبيعي فموي. في كل الحالات هي سواء اجتمعت كلها مع بعض او كانت يعني احدهما متواجد لازم نحط المريض بالمستشفى ونعالجه، مو اي مريض احنا ما حصيه مضطر انه نحطه بالمشفى. مثلا مريض مثلا نحكي وجع شديد واقياء بسبب الوجع ما عم يقدر يحط شيء ببطنه، وعندنا انتان بولي او عندنا كليه واحده او عندنا والله زيك كلويه مزمنه شديده، بهذا المريض لازم نحاول بشكل باخر نعمل له ادمشن. طبعا نحاول نشوف شو نمط الحصيه. طبعا في نعمل احنا ناخذ اذا المريض مر الحصى في ناخذه حالب مخبريا بس، وفي بشكل سريع حاسه توضحها وشكلها في الطبق المحوري او التراساوند. طبعا معظم الحالات اذا كان عندنا الحصيه تحت ال 10 ملم يمكن نعالجها بشكل يعني عرضي، بس بنعطي مسكنات وبنعطي مضادات التشنج مثل الفيناسترايد وبنعطي او مثلا كالسيوم شانل بلوكر اللي هو يعني اما تامسولوسين او فلوماكس بيسموه عسل تامسولوسين فلوماكس اللي هو الفا بلوكر او حاصلات الكالسيوم حتى تخفف التشنج، ونعطي السوائل ونعطي مثبطات الالم مثل المورفين. واذا كان فوق ال 10 ملم فغالبا طبعا بده استئصال، بده يعيد تداخل من تداخل اما عن طريق التفتيت او عن طريق التنظير. فهي مثلا هي اذا اخترت ال 50 ملم غالبا حتى حتمر دون اي اشكال. اذا 5 ل 7 بدنا بقى هايدريشن وسوائل وريديه مسكنات اللي هي الفا بلوكرز التامسولوسين او الفلوماكس الكالسيوم شانل بلوكر. إذا فوق 7 للعشرة غالباً بدأ داخل من الدكتور البولية. فأنت ده urological management اللي هي urologic acid management اللي هو تداخل الجراح البولي. طبعاً هو في حالات اللي هي مثلاً مثل ما ذكرنا عنا مثلاً زي كلوية حادة، فغالباً يكون زي كلوية حادة ما تكون موجودة إذا كان في عنا حصية سادة أو انقطاع في البول أنيوريا أو ألم شديد معند أو حصية كبيرة جداً أو حتى عنا إنتان بولي يؤدي الى بكتيريميا لانتان في الدم وصدمه انتانية او انتان في الدم. طبعا ليش احنا نتداخل جراحي في حال في عندنا حصيه ساده مع انتان في البول منتشر للدم؟ انه ساعات احنا بدنا نضطر نحط قسطره مفجره عبر الجلد ونفرغ هذا البول المحصور حتى نمنع من يعني حتى نتحكم بهذه هذا 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 الانتان الدموي بسبب يعني البول اللي هو المحصور هذا. طبعا في عده علاجات بس هي نحن فينا نحصرهم بعلاجين عمليا. العلاج الاول هو علاج التفتيت اللي هو اكسترا كوربوريال شوك ويف ليثوتريبسي اس دبليو ال، اللي غالبا بيكون عند الحصيات القريبه من الحويضه الكلويه او قريبه من المنطقه الحالب المتصله بالقسم القريب او متصله بالكليه. فهون بقى فيها ساعتها احنا ان نحاول نعمل تفتيت. طبعا كل ما كانت حصيه اكبر فوق ال 15 ملم 1.5 سنتيمتر كل ما كان اللي هي كلسيه اكثر كل ما كان صعب تفتيتها. طبعا يمكن في اختلاطات للتفتيت، قد يكون والله سيف عن التفتيت يعني التفتيت غير مكتمل او في زي كلويه حاده، احنا بيعمل ايضا ارتفاع ضغط شرياني، فمو كل الحالات اللي احنا بنعملها فيها التفتيت تكون قريبه من الحويضه او قريبه من الكليه اقل من 15 ملم، وغالبا يعني بعض الحالات ما بتستجيب اذا كان حصيات كلسيه. فهي اول طبعا اجراء. بالنسبه اذا كانت الحصيات بعيده او قريبه للمثانه فهون طبعا التنظير هو هون احسن. اذا كان قريبه للمثانه نعمل تنظير، بندخل عن طريق الاحليل ثم المثانه ثم الحالب، وهي طبعا تنفع في الميد تو ديستال ريتورال ستونز. طبعا حنا كلا الحالتين سواء يوتروسكوبي او اي اس دبليو ال بكون مو اي اس دبليو ال ما بتكون ناجحه اذا كان عندنا حصيه كبيره جدا. احنا بنضطر نعمل تفشير يعني عبر الجلد هو بيركوتينوس نيفراستيم تيوب، نحط احنا مفجر حتى نحن نفرغ البول، بعدين وفي نضطر احنا نحط له ستنت او نحط له عندنا شبكه حتى تمر الحصيه من خلالها. فهون بقى بصفى مقاربه حسب يعني موجوده بوجودها في اي منطقه تشريحيه.
وحسب حجمه طبعا. طبعا هلا بالنسبه للاي اس دبليو ال تفتيت الحصى غالبا وما بيكون ما بيجرى بشكل اسعافي يعني بيجرى خلال كم يوم. بس اي شيء اسعافي بيقوم فيه دكتور البوليه غالبا بيكون اما وضع مفجر في حال وجود انتان بولي اضافه للحصيه الساده. هذا موضوع كثير مهم كدكتور داخلي انك تكون عارف امتى بدك تطلب دكتور البوليه. اي حصيه ساده مع وجود انتان بولي وعلامات يعني صدمه انتانيه او يعني نقص او يعني انخفاض ضغط مع حراره علامات اللي هو انتان دموي بسبب الحصيه الساده هذا اكيد بده دكتور بولي حتى يحط المفجر ويفرغ البول المتجمع. طبعا بده مضادات حيويه وريديه. فالاي اس دي دبليو ال مو بيكون غالبا بيكون يعني يجرى مو بشكل اسعاف انه اصلا نتائج ما بتكون ظاهرة الآن. فحنا في مثلا مرضى نعمل لهم نحن تفتيت حصى بس الحصية السادة وفي انتان ما بنستنى وطن نعمل له يعني حالة، لا بنحط المفجر بعدين نعمل التفتيت. نفس الشيء إذا كان احنا عنا بده المريض تنظير وفرضا دكتور بولية ما كان متوافر يعني ما كان عنده قدرة يعمل تنظير حالة بشكل يعني إسعافي، فساعتها بنعمل يعني هو المفروض بقى يا اما يعمل يحط مفجر اذا كان في عنا انسان او يحط حتى قصد يحط شبكه حتى تمر الحصيه. فبصفى هون بقى حسب يعني بس نشوف احنا شو الاهم اجراءه في حال كان في انسان بولي بنعمل هالاجراءات حكينا عليها قبل ما نعمل تفتيت ونعمل تنظير. في بعض الحالات احنا بنصير عنا انه بيجي دكتور بولي بيعمل تنظير مباشره فليكون هذا شيء ما في مضاد استطباب، فهذا يتعلق يعني قديش انت الدكتور متواجد او انت عنده قدره يعمل هالتنظير او لا. طبعا مثل ما حكينا الحصيات الستوغورن اللي هي قرن الوعل بسبب ستروفايت او بسبب سيستين هي استئصال جراحي هو العلاج الامثل وليس التنظير وليس التفتيت وليس وضع مفجر. هلا حكينا على العلاج الاني الحاد، طبعا حكينا على البريفنشن اللي هو الوقايه ونحن تطرقنا له ما حك عيده يعني، بس كما ذكرنا نحن زياده الوارد المائي، اعطاء حميه ناقصه الصوديوم والبروتين، اضافه بعض الحالات في حصص اذا كانت كلسيه نعطي مدرات ثيازيديه، اذا كان مريض معه نقرص بنعطي اللوبرينول، اذا المريض معه يعني نقص في السيتريت في البول بنعطي سيتريت بوتاسيوم سيتريت او بوتاسيوم بايكربونات. احنا كل هالشغلات دول مع بعضهم، اذا كان عندنا اسهال نعالج اسهال، اذا كان عندنا يعني مرضى مثلا مع متى حكينا داء كرون او التهاب كرون قرحي ومعه نحاول ومعه شويه يعني علامات حصيات ولو غير ساده بنحاول نعالج بشكل فعال وبنعطيهم مواد مقلونه حتى لو ما يصير في عندنا حصيات بويه. طبعا احنا الطريقه الامثل احنا حتى نعرف شو العوامل الخطوره نحن نعمل فحص البول اللي يجمع 24 ساعه ونشوف احنا الستون بروفايل بنسميها. طبعا هذا الستون بروفايل بيقول لك انه انا بعطيك خريطه والله قديش في صوديوم بالبول، قديش في بوتاسيوم، قديش في سيتريت، قديش في كالسيوم، قديش في يوريك اسيد، قديش في اوكزاليت، بيعطيك خريطه كامله. في حال انت ببين معك والله مريض عنده اربع عوامل خطوره، مثلا انت عندي مريض هذيك المره انه عملنا له فحص 24 ساعه مع فحص التحليل الرسابه البوليه ونشوف يعني فحص اللي بسموه كيدني ستون بروفايل، كان عنده نقص ستريت وعنده نقص زياده في الكالسيوم في البول وكان عنده نقص في حجم البول طبعا هذا عامل خطوره، وكان عنده البي اتش تبع البول ناقص كان عنده اكزليت عالي، كل هالشغلات مع بعضها. فهذا بدك تعالجه ما يمشي حد تقول له والله بس خفف ملح، بدك تعالجه كل كثير فعال، بدك تعطيه بوتاسيوم سيتريت او بدك تعطيه بيكربونات بشكل فعال فموي حتى تحاول تخفف من هالعوامل الخطوره، بعدين بدك تضطر حتى احيانا تعيد الفحص البولي فحص البولي بعد حوالي يعني كم اسبوع حتى تشوف هل استجاب التداخلات الجراحيه التداخلات الدوائيه اللي انت عرضتها عليه. فالموضوع بتلاحظوا احنا خلصنا الحمد لله ما حفظنا بالتفاصيل. حصيات البوليه انا دائما وهذا اعتقادي وهذا اعتقاد معظم دكاتره الكليه علاجه عند دكتور الداخليه والكليه هو علاج بالاساس رقم واحد لثلاثه اثنين ثلاثه اربعه هو علاج وقائي وقائي ثم يعني وهم بتصير متابعه الدكتور الداخليه يعني يكون عنده قدره لمعرفه قديش المريض شو عم بيعمل شو هي الحميه تبعته قديش عم بيشرب سوائل وشو فينا نعطي ادويه. بعدين بلا تصير عن الاذيه الحادثه ساعتها بيكون العلاج غالبا اذا كان فوق 10 ملم او في اختلاطات كما ذكرناها
يكون هو غالبا علاج عن طريق دكتور البولية. بس لما بيرجع المريض بس تروح الهشمة بيرجع بدور الدكتور الداخلي هون كمان حتى يوعي المريض أكثر وأكثر. ونحن كتير احنا يعني نضغط على المرضى انه حتى خلال اشراف سبب ما تنام، انه غالبا معظم الحصيات بتتشكل اثناء النوم، بيكون البول راكت فبتشكل الحصيات هذاك الوقت. فاحنا نطلع المريض لاشراف كميه سوائل المياه بالذات حتى لما تنام، حتى اذا اضطريت بعدها تروح على الحمام او تفيق تروح على الحمام. وهذا عكس، وهذا الهدف من الموضوع، انه احنا نساعده على الادرار البولي المتكرر. فهي يعني، وطبعا يعني موضوع قلونة البول هي موضوع مهم جدا. هلا في بعض الحالات يكون فيها قلونة شديدة قد يؤدي الى ترسب حصيات كالسيوم الفوسفيت، بس موضوع يعني ديبيربل، يعني في عليه يعني اخذ ورد، يعني حتى حصيات الكالسيوم الفوسفيت تعالج في بوتاسيوم سيترات يعني. فشي انا ما يعني ما ابعدته، بس انا بهم التصنيف، تعرفوا التصنيف تبعهم الاربع تصنيفات اشياءهم، شوفوا انه علاجها بالنهايه متداخله مع بعضها بعض، تتعرفوا لعوامل الخطوره بالذات للمرضى اللي عندهم امراض تؤدي الى حماض استقلابي مزمن، سواء اسهال مزمن او بسبب وجود حماض دبيبي كلوي او بسبب يعني عندنا اشكال في امتصاص الاوكسجينات في عرى المعوي بسبب عرى معويه صغيره او بسبب التهاب كولون قرحي او كرون او ما الى ذلك. طبعا انا خلصت، نحن الحمد لله قبل يعني تقريبا حتى قبل بساعه شوي. هلا انا والمحاضره ان شاء الله يعني بسيطه ما في اشكال، بس انا مستعد اذا في اي سؤال الان كنا جاوب عليكم. هلا ان شاء الله في بس عنا